خلاص خلاص انتهى. دروك انا مروح منا، لازم لي على الاقل في المروح لازم لي على الاقل 3 ساعات مشي ولا اكثر، ولكن اسهل حدور والحقيبة فارغة. اما الصعود لازم نوض صباح بكري كيما البارح، 3 تاع الصباح نوض، خرجت على 4 غير ربع وصلت هنا، يعني المكان اللي رقدت فيه البارح واللي قعدت فيه البارح، وصلت حتى شويه 8 أو 7 تقريبا 5 ساعات حامل. هذه جبت معايا الماء الأكل، جبت معايا حوايج، إذا كان رجعت الحوايج الآخرين بصح الماء ذاك هو اللي ثقيل. جبت معايا حوالي 7 لترات 6 لترات ماء وقرعة مناد ولا قزوز عصير، وحدة عصير والأكل. المهم درك ولا غدوة ولا اليامات هذو إن شاء الله نطلع القنصلية البريطانية، نعاود الباسبور تاعي، بريتيش باسبور تاعي اكسبايرد، نعاودو ومن بعد نطلع لندن يكتب ربي، ومن بعد لندن الله اعلم. الماريكان عيطت تاع الهواوية، الماريكان مرة هذي انا حبيت نروح الماريكان يا حسرة، حبيت نجرب العالم هذاك الحر. امريكا فيها الحرية ربما اكثر، ولكن اكيد فيها مشاكل اكبر من بريطانيا. بريطانيا فيها هنا اكثر من امريكا، في بريطانيا معروفة الشرطي ما يحملش السلاح، اما في امريكا طاق على من طاق، الشرطي كالمجرم او المتهم. فرايحين البلاد اللي فيها رصاص، Happy birthday to you to me, Happy birthday to me. والله ما نعرف نحتفل بها، نحتفل ديما، هذه 5 مرة ربما نحتفل العيد ميلاد تاعي هنا في الجبل وحدي، هذه 5 مرة ربما هذه هي آخر مرة، آخر مرة أكيد باه ندير، مستحيل نزيد ندير ليلة كيما هكذا في الليل، الليلة ما ليلة القدر جلوري نايت. ما في الحقيقة أنا مشيت ولا شي في الليلة هذه، ولكن كي ندير صيحات كيما هكذا ربي سبحانه تحدث أحداث هكذا اللي كان يدير لي يغلق عليا البيبان، يتغلقوا عليه البيبان وأنا نسيت على خير. المرة هذه بربي إن شاء الله يتفتح البيبان، نروحو ترا نروحو ترا شوفوا فيفرت يا فيفرت وومن اند بيوتي، واحدة حبوبة صح، راح نديرو معاها استوار تاع روميو وأند جولييت، ولكن ما عند العرب قيس وليلة. شوفوا ترى هيا. السلام عليكم ورحمة الله، الزلف لون and goodbye everybody next time.